فوزية سألت عليك يا حسن يجي أربع خمس مرات كده. إمتى يا بنت؟ من شوية شيات البيت شوقية بتشتغل عندها. طب ورد؟ تشرب يا حاج شاي ولا قهوة؟ إيه اعملي قهوة. حاضر. وأنا بت اعملي لي قهوة. هو كل حاجة بقى هيطلبها الحاج هتشرب زيها ولا إيه؟ بسرعة. أيوة. يا سبحان الله. يا ترى فوزية دي عايزة إيه الصبح؟ الدنيا كده ايه اللي عمل في المكتب كده؟ انا قلت 100 مره ما بحبش حاجه تتنقل منك انا. هي يا ورده دخلت عملت كده بتفتكر انها وضبته يعني؟ ورده يا فين بنت ورده بنت ورده انت يا بنت ورده تعالي اطلعي لي هنا فوق. جه هنا امبارح واول امبارح وقعد في المكتب. سبحان الله. امال ما جاش النهارده ليه؟ لا ما هو جه يا حاج ومشي من الساعه. طب روح انت اعملي لي القهوه اللي طلبتها. ماشي يا حاج. الاثنين اللي طلبناهم. ماشي يا حاج. سبحان الله عمله غريب قوي الوقت فتحي ده. ده انا ياما اتحيلت عليه يجي يقعد هنا مكاني. شوف يا اخي دلوقتي جه امبارح واول امبارح وانا كل ما اقول له تعالى يتلكك باي حاجه. بقول لك ورايا مذاكره ولقيته فالح ده بالعافيه لما بيعدي بسنه. تلاقيه بس حاجه كان بيطلب البنات في التليفونات وبيهزر معاهم. تليفونات يا اخويا ما يتكلم من البيت زي ما هو عايز. لا هناك في البيت مش هياخد حريته زي المكتب. هناك في ست والدته ومرو واخته. انما هنا بقى يطلب اي بيت ويقول معاها ما بداله. الاكيد الواد ده حواره مش عجباني ابدا يا ابو رعي. ليه ايه بس ما انت شايف العلام وماشي فيه بالعافيه بياخد السنه في سنتين. وبعدين هنا الشغل مش جاي على باله خالص ومهما حاولت اجيبه او افهمه ما بيجيش على باله يجي. عشان كده انا عايزك تسحب رجله على هنا وخليه ياخد على الشغل وفهمه شغلنا كويس. اي شغل يا حاج؟ واحدة واحدة يا براي بالهداوة. الأول فهموا شغل المغلق والخشب والحاجات اللي باينة دي وبعدين الشغل التاني يفهموا على رواقة من فوق ما أظن. روح شوف فوزية عايزة إيه بقى.